ومعنا من مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي مراسل قناة المملكة من محافظة إربد أسامة المومني. أهلا بك أسامة. أسامة، ما آخر الأخبار لديك؟ نعم عبد الله، بحمد الله حسين، عفوا بحمد الله، ثلاث حالات شفاء تام غادرت مستشفى الملك المؤسس هذا اليوم. هذه الحالات كانت قد وصلت إلى المستشفى قبل أسبوعين تقريبا، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تبين بأنها غير مصابة بالفيروس بحمد الله. حسين، حيث نتواجد نحن الآن في مستشفى الملك المؤسس، وهو المركز المختص لفحص كافة حالات كورونا شمال المملكة. حتى اللحظة ولليوم الثامن على التوالي لم تسجل أي حالة جديدة بفيروس كورونا، وهذا شيء مبشر وفقا لمصدر طبي في المستشفى الذي أكد بأنه أيضا حالة جميع المرضى المتواجدين بصحة جيدة وسيتماثل الشفاء ويغادر المستشفى خلال الأيام القادمة. نتحدث أكثر عن الوضع الطبي في مستشفى الملك المؤسس. ينضم إلينا مدير المستشفى الدكتور محمد غزو. مرحبا بك دكتور، يعطيك ألف عافية. دكتور، كيف يعني الآن الحالة الطبية للمتواجدين داخل المستشفى وكم عددهم؟ حاليا عندنا في داخل المستشفى بقي حوالي 36 مريض، حالتهم الصحية جيدة جدا، ما فيش منهم أي مريض على الأجهزة، كلهم حالتهم جيدة جدا. ننتظر فقط في الفحوصات النهائية تبعتهم، عشان إن شاء الله خلال أسبوع حيكونوا معظمهم مروحوا. يعني دكتور، نتوقع خلال هذا الأسبوع من يغادر الجميع بإذن الله؟ خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم إن شاء الله ما بضلش عندنا مرضى إذا ما زال ما فيش حالات. نعم دكتور، اليوم 100 عينة تقريبا فحصت حتى اللحظة وكانت نتائجها سلبية، يعني واليوم الثامن على التوالي لم نسجل أي إصابة، يعني كيف تقيم الوضع الآن وما هي رسالتك في ظل هذا الوضع؟ يعني احنا في مدينة إربد يعني احنا يعني متوقعين ان الامور ان شاء الله تكون على خير، لانه هذا انتهى الاسبوع، احنا لحد الان ما فيش عندنا ولا اي اصابة جديدة، بس على الاقل المواطنين يعني كما عهدناهم منهم ظلوا محافظين على الالتزام بالقواعد السلام العام والابتعاد وعدم الاختلاط، وان شاء الله الامور بتكون جيده جدا. نعم دكتور، فيما يتعلق يعني ازمه كورونا تسببت باشكالات عده في مختلف القطاعات، القطاع الصحي وهنا في مستشفى الملك المؤسس وردتنا شكاوى من عدم وصول الادويه للمرضى، الادويه لبعض المرضى اصحاب الامراض المزمنه عفوا. هل هناك حلول بخصوص هذا الموضوع؟ يعني محافظة إربد ومحافظة عجلون وجرش كلها تابعة للمستشفى الملك المؤسس، ومناطق كلها بعيدة، ومع حظر يعني التجول الحقيقة في صعوبة على المواطنين في الحصول على أدويتهم، ولكن احنا يوميا بنحاول من خلال أقاربهم من خلال الناس اللي بيعرفوهم بوصلهم أدويتهم. ولكن اليوم بمبادرة من مستشفى الملك المؤسس ومن جامعة علوم التكنولوجيا بكلية الطب عملنا لقاء بحيث انه نجد آلية لتوصيل العلاجات خاصة الأمراض المزمنة لمنازلهم. نعم. وإن شاء الله خلال الأسبوع القادم يعني راح نبلش بهاي الآلية. نعم دكتور محمد غزو مدير مستشفى الملك المؤسس، شكرا لك. حسين، كما استمعنا إلى الدكتور محمد غزو الذي أكد بأنه الآن نحو 36 حالة متواجدة في المستشفى جميعها مصابة بفيروس كورونا. رجح الدكتور بأن يتم مغادرة جميع هذه الحالات بإذن الله خلال هذا الأسبوع، وذلك يعني وفقا للتوقعات وبعد شفاء هذه الحالات. طبعا المستشفى استقبل تقريبا نحو 100 حالة منذ بدء أزمة كورونا، جميع الحالات غادرت بحمد الله المستشفى، وكان هناك يعني إجراءات مشددة داخل المستشفى، وتم رفع جاهزية المستشفى لاستقبال 200 حالة، وذلك تحسبا لانتشار الفيروس في مختلف مناطق محافظة إربد وارتفاع عدد المصابين. فرق الاستقصاء الوبائي تواصل عملها في مختلف مناطق المحافظة، من هذه المناطق التي تواصل عملها فيها وهي المناطق المعزولة والقرى التي شهدت عدد كبير من الإصابات. بعد الانتهاء من هذه الفحوص وإذا تبين عدم ثبوت إصابة أي شخص سيتم إزالة العزل، وذلك وفقا لمصدر طبي ومصدر أمني أكد المملكة يعني بأنه إذا لم يكن هناك أي إصابات سيتم فك العزل على المناطق المعزولة عن قصبة المحافظة وألويتها الأخرى. فرق الاستقصاء الوبائي أيضا ستواصل عملها يوم غد بجمع العينات العشوائية من مختلف المناطق. في الوضع الطبي وفيما يتعلق بالإشكالات التي تواجه المواطنين، هناك شكاوى متعددة من المواطنين بالحصول على الأدوية وأصحاب الأمراض المزمنة، هناك صعوبة في الحصول على الأدوية أو الوصول الأدوية إليهم، خاصة بعدم تمكنهم من التنقل بالمركبات أو عدم توفرها في الأماكن التي تم الإعلان عنها. لذلك هناك مناشدات من المواطنين بأن يتم حل هذا الموضوع حسين بأسرع وقت ليتمكنوا من الحصول على أدويتهم. نعم، إذن مراسل قناة المملكة أسامة المومني، شكرا جزيلا لك.